بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تاريخ الجزائر في العصر الحديث تاريخ مشوق ومؤلم في ذات الوقت، مشوق بما حمل من آمال بعد الألم، ومؤلم من خلال ما وقع فيه من صدام بين القوى المسيحية والقوى الإسلامية. فقد شهد البحر المتوسط خصوصاً حوضه الغربي صداماً عنيفاً جداً بين حضارتين مختلفتين، بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي. كان توسع الدولة العثمانية في الشرق عاملاً مساعداً جداً على ما سيعرف الحوض الغربي للمتوسط من تجاذبات وتفاعلات. في 1492 سقط الحكم الإسلامي بالأندلس، وقد عمل النصارى على استعادة ما يسمى عند المسلمين بالأندلس ضمن ما سموه بحروب الاسترداد ريكونكيستا، وقد نجحوا في ذلك في هذا العام، ولكن على مراحل مختلفة قبله. وكلما نجحوا في استعادة منطقة ألحقوا الأذى بالمسلمين، وكان سقوط غرناطة في آخر المطاف سبباً في هروب كثير من المسلمين من المنطقة وتوجههم إلى السواحل المتوسطية المغاربية طلباً للنجدة بعدما لاحقتهم محاكم التفتيش في الأندلس. في هذه الظروف المختلفة دخل الإخوة بربروس الحوض الغربي للمتوسط، وكانوا قد نشطوا على مستوى الحوض الشرقي، وكان لهم نشاط على مستوى مصر، ووقع عروج في الأسر وفر من الأسر واتصل بأخيه خير الدين وشكلوا قوة أكبر، وصار صيتهم أكثر انتشارا وصار خبرهم لدى الخاص والعام. ولهذا حين سينتقلون إلى الحوض الغربي للمتوسط سيتصلون بالسلطان الحفصي بتونس وسيطلبون منه مكانا يستقرون فيه، وتم الاتفاق على 5 غنائم يدفعونها للسلطان الحفصي على أن يمنحهم جزيرة جربة. الإسبان بعد أن استعادوا الأندلس عملوا على نقل الحرب إلى السواحل المتوسطية المغاربية، وكانوا قد اتفقوا مع البرتغال اتفاقيات خطيرة جدا، وكان أبرزها اتفاق طورديزيلاس عام 1494، حيث تم بموجبه وبموجب غيره من اتفاقيات كسنترا وطليطلة وغيرها، اتفقوا على أن يتكفل البرتغال بضرب السواحل المغاربية الأطلسية، وتتكفل إسبانيا بضرب السواحل المغاربية المتوسطية، بينما البرتغال كما قلنا تكفل بالسواحل الأطلسية. انطلاقاً من هذا الاتفاق الذي تحدده نقطة حجر بادس ما يعرف الآن بخليج الحسيمة بالمغرب الأقصى، تم العمل على زرع القوة الإسبانية على نقاط عديدة على الساحل المغاربي المتوسطي، ولذلك تم احتلال تنس، دلس، شرشال، الجزائر، بجاية، عنابة، ووصلوا خارج هذه الحدود إلى تونس، حيث ربطوا حميرهم في جامع الزيتونة بالقيروان، ووصلوا حتى مدينة طرابلس التي سيسلمونها فيما بعد لفرسان القديس يوحنا. كما استطاعوا ضرب العمق الجزائري من خلال احتلال نقطتين اثنتين، احتلال المرسى الكبير في 23 من شهر أكتوبر من عام 1505، وإخراج أهله منه وتحويل مسجده إلى كنيسة عرفت بكنيسة القديس ميغال، ومحاولة الخروج خارج حدود هذه المدينة وصولا إلى مسرقين وإرهاب القبائل الساكنة والقاطنة بها، ولكن هذه القبائل استطاعت أن ترد كيد هؤلاء الإسبان وأن تجعلهم يقتصرون على
المرصى مدة سنتين على الأقل، يضمدون خلالهما الجروح ويستعدون لمعركة أكبر. وكانت المعركة الأكبر باحتلال مدينة وهران في ماي من عام 1509، بعد أن نجح الإسبان في دخولها وقد قتلوا من سكانها 4000، وساعدتهم خيانة بعض الأطراف كخيانة عيسى العربي وابن قانص واليهود سطورة وغير هذه الشخصيات التي ساهمت في فتح الأبواب أمام الإسبان. الإخوة بربروس سيصبح لهم شأن كبير جدا في المنطقة، فبعد أن استغلوا جربة انتقلوا منها إلى مناطق أخرى، وكانت مدينة جيجل محطة أساسية في هذا من منذ عام 1514. وقد فشل هؤلاء في تحرير بجاية مرتين، وقطعت ذراع عروج في إحدى المعارك في هذا الإطار، ولهذا استقروا بمدينة جيجل على أن ينتقلوا إلى غيرها فيما بعد. كان انتشار صيتهم قد جعل سكان مدينة الجزائر يتصلون بهم. الضغط الذي وقع على أهالي مدينة الجزائر من قبل الإسبان المستقرين بقلعة البينيون، ما يعرف بالصخرة أو قلعة البينيون، جعل أهالي مدينة الجزائر يتصلون بهؤلاء الإخوة طلبا للنجدة. فجاء هؤلاء واستقروا بمدينة الجزائر منذ 1516. وكان سالم التومي زعيم هذه المدينة يظن أن بقاءهم مؤقت، كان يظن أنهم سيحررون المدينة ويخرجون الإسبان من هذه الصخرة المقابلة لمدينة الجزائر ثم يعودون إلى الجهة التي قدموا منها، غير أن لكل مبررة. فعروج وخير الدين رأى كل منهما أن البقاء في مدينة الجزائر أولى من الخروج منها، ذلك أن خروج الحامية العسكرية التي على رأسها عروج سيؤدي إلى توسع للإسبان على مستوى هذه المنطقة قد يكون أخطر مما سبق، ولهذا رفض الخروج. فحدث اختلاف بينه وبين سالم التومي، ووقع الصدام في النهاية، وقتل عروج سالم التومي، وفر ابن هذا الأخير إلى وهران طلبا للنجدة من الإسبان، ولكنه لم ينجح في مسعاه هذا. عروج سيفتح عينه بعد ذلك على الجهات المجاورة لمدينة الجزائر، فيبدأ بتحرير بعضها، ثم يرى أن العاصمة الزيانية أولى بالتحرير، ذلك أن الزيانيين كانوا قد اتفقوا مع الإسبان على ضد الإخوة بربروس. كان أبو حمو موسى الثالث قد انتقل إلى وهران لاجئا وطالبا لإعانة من الإسبان، وهو ما جعل عروج يتوجه إلى مدينة تلمسان ويبقى بها مدة محاولا إسقاط ما بقي من حكم الزيانيين بها، ولكنه تعرض إلى مؤامرة خطيرة جدا يوم العيد، وهو يوم كثرت فيه فرحة الناس ولكن اختلطت بدماء الحامية العسكرية مع جند كثير من القبائل التي أرادت إخراج هذه الحامية من المدينة. وحين كثر الضغط على عروج حاول إدارة أمور المدينة، لكن الإسبان توجهوا إليها مع جيش زياني كبير عبر قلعة بني راشد التي فيها إسحاق أخو عروج، وتم القضاء على هذه الحامية وتم قتل إسحاق. وحين حصرت مدينة تلمسان فشل عروج في رد حصارها هذا وفكه، فقرر الخروج إلى مدينة الجزائر من جديد. وإيهاما للإسبان عمل على التوجه إلى مدينة الجزائر عبر الشمال حتى لا ينتبه إليه العدو،
ولكن تم الانتباه إليه وتم القضاء عليه وقتل رحمه الله عام 1518، قيل في وادي المالح تابع الآن لتموشنت، وقيل في جهات أخرى على الحدود المغربية. وقد اختلف الباحثون في هذا، فمنهم من رأى استحالة توجهه شرقا، ذلك أن العدو كان أمامه فلم يكن من البلاهة بهذا المستوى حيث يتوجه صوب عدوه، فكان من باب أولى أن يتوجه إلى الغرب طلبا للنجد من حلفائه في المغرب الأقصى. ولكن يبدو أن مسعاه هذا لم ينجح، فتوجه شرقا وتم القضاء عليه في وادي المالح. سيستلم أخوه خير الدين مقاليد مدينة الجزائر، وسيعمل على تنظيمها وعلى تثبيت الحكم العثماني بها، وهو ما سنعالجه بإذن الله في الحلقة القادمة، وإلى لقاء آخر بإذن الله.